هو ليس فقط حقيقة مسجد العمري، احنا عندنا فوق 2500 مسجد في المملكة بدون أئمة. طبعا هذا النقص سببه هو نقص الخريجين حقيقة منذ سنوات، يعني صار في تنافس في الخريجين حملة البكالوريوس الشريعة الإسلامية، والإمام وفق النظام والتعليمات يجب أن يكون مؤهل إما دبلوم وإما شريعة وإما بكالوريوس. وحقيقة يعني الأعداد المتوفرة لدينا، يمكن الأسبوع الماضي احنا قابلنا حوالي 200 شخص حتى يتم تعيينهم في المساجد الشاهرة في المملكة، اللي هم مخزون الديوان اللي رشحونا إياهم البكالوريوس الشريعة. وبالنسبة لمسجد العمري بالذات حقيقة في هناك يعني شخص سيتم تعيينه فيه قريبا مقابل السكن إن شاء الله، يعني قبل رمضان يتم تعيينه في هذا.